كل دي مظاهر لاسترداد الثورة المضادة لثقتها في نفسها. الثورة المضادة بعد ما أسقطت الجماهير بمظاهراتها حكم الإخوان المسلمين اللي استمروا سنة من الفشل والتحالف مع العسكر، الثورة المضادة وممثلينها العسكريين المباشرين الجنرال السيسي وحلفائه انتهزوا الفرصة وسرقوا حتى يعني انقلبوا على ثورة 25 يناير مش على شرعية الإخوان، انقلبوا على موجة 30 يونيو الثورية مش على شرعية الإخوان. حصل موجة ثورية جديدة أسقطت حكم الإخوان في 30 يونيو واليومين اللي بعديهم، وحصل انقضاض على الثورة ديت من سلطة الثورة المضادة ووجهها العسكري يوم 3 يوليو وما بعد كده. طيب ايه الوسائل المتاحة قدامكم ان انتوا تشتغلوا عليها في الجامعات دلوقتي او في الشارع؟ طيب هو في قلب الهجمة اللي بتشنها الثورة المضادة دي على كل القوى الثورة، لازم نبقى فاهمين انه الثورة المضادة بتعتبر انه الجامعات من المرتكزات الأساسية لقوى الثورة دي، زي ما هتكون بطبيعة الحال يعني من المرتكزات الأساسية لأي ثورة في أي حتة في الدنيا. الثورة المضادة بتحاول تصفي الجماعات كجزء من تصفية مشروع استمرار الثورة، وإحنا هنناضل عن يعني هنناضل ضد بهذا التوجه لوحدنا ومع القوى التانية اللي شايفة إنه شايفة الهجمة دي وعارفة أهدافها ومقررة تهاجمها. إحنا مشروعنا هو مشروع تأسيس جبهة طلابية على أرضية سياسية مشتركة ما بين أطرافها تضم كيانات وتضم مستقلين، نجمع كل من يعني يحمل على عاتقه مشروع لاستكمال هذه الثورة، نقعد ونتناقش ونطلع بأرضية مشتركة من الرؤية والفهم لإيه اللي بيحصل ده، وبالتالي لترتيب خطوات ما العمل. الجبهة دي هي أمل الحركة الطلابية، والحركة الطلابية في الحقيقة في اللحظة دي هي أمل الحركة الجماهيرية، وهي اللي بتمهد الطريق لموجات اجتماعية وعمالية جاية في الطريق أكيد لا محالة. طيب في ظل إلصاق التهم بالطلبة الثائرين أو اللي شغالين في جامعاتهم واعتقالهم والكلام ده، حضرتك شايف السنة دي موضوع اتحاد الطلبة ممكن يتم فيه انتخابات واللي الطلبة عايزينه هو اللي ينجح ولا؟ انا مش عايز استبق الحاجات، خلينا يعني احنا في اللحظه اللي احنا فيها دي الثوره المضاده بتهجم بشراسه، خلينا نرتب صفوفنا ونواجه مخططات الثوره المضاده دي على اساس نتيجه هذه المعركه هتتحدد كل الحاجات اللي بعد كده. اذا هزمت القوى الثوريه تاكد انه مش هيبقى في انتخابات اتحاد طلبه، تاكد انه هيبقى في شطب من المدن الجامعيه، وتاكد انه هيبقى في تاجيل السكن في المدن الجامعيه دلوقتي في تقديري وتقدير بعض الناس الكتير ان هو لترتيب عمليه الاستبعاد الامني اللي تعودنا عليها في كل سنين ما قبل الثوره. We'll be right back.